ثم عليه الصلاة والسلام وصل المزدلفة، فصلى المغرب والعشاء ونام عليه الصلاة والسلام. فلما أذن الفجر بأبيه وأمي عليه الصلاة وتم التسليم، جاءه ذلك الصحابي الجليل عروة بن مضرس الطائي من بلاد حائل من أرض طيين، فقال: يا رسول الله، إنني قد أتيت، ما وجدت جبلا إلا ارتقيته، ولا سهلا إلا نزلت فيه أكللت نفسي وأتعبت راحلتي. قال: من وقف موقفنا وصلى صلاتنا ووقف موقفنا في أي ساعة من ليل أو نهار فقد أدى حجه وقضى تفته. من رحمة الله عز وجل يستمر الوقوف بعرفة من زوال يوم التاسع إلى فجر يوم النحر.